اوكي عندنا الحين ذا سكند كوارتر فاينل وينرز كوارتر بيكون بين موزا وابو السعود. نبدا اول جيم بيكون في باتل فيلد. مشكلة في الصوت ودي احلها كذا بس اوكي بحاول احلها بعدين. طيب الحين خليني بركز السيت. اوكي البداية البرسنت ليد عند موزة بس على طول عندنا بنانا كومبو حلو النير شو اسمه سيت ابس منه. البنانا كان يبغى يسوي فنش بس انه طاح على الليد وش واز وير. هالمرة اخذ من البنانا اسمع الماش على طول ماش بس انه ما طلع منها موزة رماه شو اسمه اثره. الليد الحين يكون عند ابو السعود. نايس بيري داون تيل تو فير على طول على الفير حلو مره ثانيه. اوستيج حاول يسوي تو فريم بالاف تلت ما ضبطت اعطاه فير ثانيه. نايس زي توب تو باكير من ابو السعود ياخذها. الفير تقتل حتى مع الماش بس توقع الدي اي هو كان شو اسمه ماش مش ما كان كويس فممكن عشان كذا مات. داش اتاك حلوة ياخذ 44. اوكي بنانا نايس كومبو بس انه ما جاب اللاندنج اب بي انا كضيع ادفانتج حقه. موزة الحين عند الستيج بس انه لا طلع منها عرض الله بالسعود. الداون بيز ستش اب نوكسس شو اسمه اب نوكسس اوبشن لانه يدمج الشيلد مرة ويصيد ال يسيد ياخذ صلى الله التكس ويسيد الاوبشنز ونط عليه دي كي بانش وياخذ ستوك. موزة الحين في الليد ما عندي كي بانش. اوكي هالمره ما جابت كي بانش هالمره قال اسمع انا مصحصح لك 162 للحين مع البنانا جيس كيري اعطاه باكير طلعه برا. اوه انا اضرب باكير هي ارمت ثرو ذا اف تلت وللحين ما يموت من الفير. هيز 217 للحين ما يموت. اوكي مات ابو سعود قتله ان ستيل ديدنت دات ذا ماتش اوف بيرسنت. البنانا الحين مع موزة بس انه اوكي انقذته طلعته من الكومب وخلته ياخذ داون بي. هناك بانش على دايركشن الاير دوج داش اتاك يمين داش اتاك يسار موزة بعدين يمسكه من الهامة والدين دونج وياخذ الجيم الاول. موزة 1-0 البانز حقت اكادوس وفاينل ديستني. ثواني دقيقة عندي شغلة طلعت لي معليش ما اقدر اعلق على السيت بحاول ارجع قبل لا ينتهي بس نشوف.
السلام عليكم شباب، معكم زوزف. انا دوبي جيت من خسارة في ميلي، انجلت من اخوي جوجيتا. والله شوف صراحة watching ميلي is so much different than freaking playing, like it's so cringe bro. I jump, it doesn't jump. But like still watching ميلي is crazy. صح زياد؟ watching ميلي is different than playing that shit bro. It's so no, I jump, it's like it doesn't jump. يسلك لي يعني. Those fun combos, I'm gonna flip. Bruh, okay, I'll go. Hit 1-1. Okay, moving on to game 3, Battlefield. Last I missed the first two games, but I heard that Moza, Shade won the last game. So Allah, this really nice set. So it's always a good set. Yalla. Moving on to game 3. طبعاً الفائز تأهل top 8 into versing the winner of Zozof and Natural. Yalla. Okay. Oh! And an air dodge. Oh shit, I'm just inside now, I guess. Can I dice a bit? الحين موزي عنده دي كي بانش. اوه والله موزي متأهل. دي كبيرة دوت سماش ما تقتل. والله دي كي دوت نايس دوت تو باك هير نايس. بس عندي رجع تو ستوكسي تو. اوكي نايس نايس نايس. اوه ازي اي ثينك هي دي كي بانش. يب اوه دامج دامج. اوه Last game, last talk. This, I think, is the same what happened. This is the same thing that happened with last game with Tuki. Wallah, this is really high point now. Okay, the damage. Nice damage. Fair. Oh, wallah. Different went to an episode. After that, Moza. This is so close right now. Nice AP, wallah. Moza obviously now gonna look for that neutral beacon. No! Yo! That was sick. Okay. Fuck! Moza getting the kill with the neutral B. I think Absurd wanted to get the parry, but wallah, really nice from both players. That's a really good set. Moza تأهل 2-1 the nearby track.